السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزل. اليوم الحصة تاعنا وهي الاتحادية الجزائرية في طريق مفتوح للعودة إلى المكتب التنفيذي للكاب. حنا قبل نبداو الموضوع تاعنا، ماذا بكم بارطاجوا لنا الفيديو تاعنا، عطونا جيم كومونتير باش نطيحوا التبليغات تاع الذباب الأسود. وانكشفت مصادر موثوقة أن الجزائر الممثلة في اتحادها الكروي والذي يترأسه وليد صادي بات قريب من العودة إلى المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف، وكذلك في الانتخابات التي ستجري خلال جمعيتها العامة الغير العادية القادمة. وكان السيد الحاج محمد راوراو رئيس الأسبق للاتحاد الجزائري، وهو آخر من مثل بلده في المكتب التنفيذي للكاف، وانتهت عهدته عام 2017. وبعدها لم تتمكن كل الشخصيات التي ترشحت لهذا المنصب في الفوز بمقعد في هذا المكتب خلال انتخاباتها المتعاقبة على غرار عمارة بهلول وجهيد زبيزف، والملف الذي لم يصل إلى الهيئة الكروية في الكاف، يعني وين ما وصلش تاع البشير الزميلي، وين خرج خطره يفتي علينا كي يسموه زين عامر، قالنا لا رسلوه مع واحد اللي كاع ما كاينش. وحسب يعني حسب المصادر، يعني مصادر خاصه، ان الجزائر عبر اتحادها الكروي المرشحه بقوه لحضور في انتخابات التجديد يعني النصفي للمكتب التنفيذي للكاف عن منطقة شمال إفريقيا، وذلك برغبة من رئيس الاتحاد الجزائري وليد صادي الذي سيترشح على الأرجح لخوض انتخابات واحد مقعد في المكتب التنفيذي. وتجري انتخابات تجديد النصفي للمكتب خلال الجمعية العامة الغير العادية الرابعة يعني العاشرة للكاف، إذ ستقام الأشغال يوم 12 مارس في فندق ماريوت يعني بالعاصمة المصرية القاهرة. ولم تشهد الجمعية العامة الغير العادية للاتحاد الإفريقي بإجراء انتخابات لتجديد النصفي لمكتبه فقط، بل ستكون هناك انتخابات لملء مناصب باقي الأعضاء الذين ستنتهي ولايتهم عام 2025، وهي منصب رئيس الكاف والممثلون الهيئة الكروية الإفريقية في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، ويتعين على الراغبين في تقديم ترشحهم لمختلف المناصب إيداع طلبتهم في أجل أقصاه يوم 12 نوفمبر، وذلك بعدما فتح الكاف الأبواب الترشح وفق الأحكام المادة 18 فقرتين الرابعة والسادسة من لائحة النظام الأساسي. وسيقدم رئيس الاتحاد الجزائري ملف ترشحه بعد حصوله على موافقة السلطة الجزائرية عبر هيئته الرياضية، باعتبار ذلك شرط أساسي للترشح من أجل خوض انتخابات الحصول على مقعد في المكتب التنفيذي. الله ينجحه، هذه حاجة مليحة. هنا كاين ناس كاين اللي مشاو باغي يشاهدنا الحيشر، هنا يظلوا يسبوا في والي صادي ويسبوا، مشاو باغيين هذا. شوف دروك غادي يترشح يربح ترشحات يعني مدروسة، ترشحات مدروسة هذه باش ديرها. على بالنا بلي غادي من بعد يخرج مسيلمة كذاب يقول لكم لقد تنازل على ذاك وذاك وذاك باش يتحصل على منصب في الاتحاد الافريقي. تكلموا حمار، ما على بالوش بلي هذا انتخابات تاع النصف، ما يعرفش. لازم قدام للدراسة سقسي مليح مسيلمة كذاب. وثم عوامل ستخدم الملف رئيس الاتحادية الجزائرية وليد صادي في الفوز خلال انتخابات المكتب التنفيذي للكاف هي في حال إيداعي ملف ترشحي، وأبرزها مخرجات والخريطة الطريق التي سيتم رسمها من طرف المسؤولين في كرة القدم الإفريقية خلال الجمعية العادية 46 للكاف، والتي ستجري يوم 22 أكتوبر المقبل في العاصمة الإثيوبية أديسا أبابا. وهناك عامل آخر يعزز من فرص صادق في الفوز خلال انتخابات، ويتمثل في أنه سيكون مرشح الوحيد عن منطقة شمال إفريقيا بعد انتهاء ولاية
وهدي عجالي رئيس السابق للاتحاد التونسي في المكتب التنفيذي على اعتبار أن عهدته ستنتهي في مارس القادم فزعا أنه يقضي عقوبة سجن ولا يستطيع الترشح كما أن الهيئة الكروية التونسية الحالية لا تستطيع ترشيح أي مسؤول من جانبها لأنها لجنة تسيير مؤقت يعني ديريكتوار. أما العامل المهم الآخر فهو أن ليبيا ومصر والمغرب لن يقدموا مرشحين في الانتخابات المكتب التنفيذي كون عبد الحكيم السلماني والذي استقال يوم الأحد من منصبه كرئيس اتحاد ليبي ستنتهي ولايته في المكتب التنفيذي بعد سنتين، في حين أن المصري هاني أبو ريدة والمغربي فوزي لقجع يستهدفان خوض انتخابات المجلس الفيفا ولا يجوز الترشح أكثر من شخص واحد عن كل بلد لشغل مقعد المتاح حسب اللوائح. وفيما يلي الأسماء المسؤولين المهنة منتهية ولايتهم والذين ستجري على مناصبهم انتخابات للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وهم جنوب إفريقيا باتريس مونتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أعضاء المكتب التنفيذي للكاف التونسي وادي الجرير، والليبيري مصطفى راجي، والنيجيري جبريل حميدو، والنيجيري نيجر تاع نيجر جبريل حميدو، والكاميروني مامادو صايدو، والجيبوتي سليمان، ومن سيسل ألبيس راجا، ومن بورتوانا ماكلين، وكذلك كانيست إبراهيم من جزر القمر. الأعضاء الأفارقة المنتهية يعني ولايتهم في المكتب التنفيذي للفيفا البنيني مارتين، والمالي مامادو توري الناطقين باللغة الفرنسية، النيجيري أمادو بينيك الناطقين باللغة الإنجليزية، المغربي فوزي لقجع والمصري هاني أبو ريدة للناطقين باللغة العربية، والإسبانية والبرتغالية من سيراليون عائشة لمقعد المقعد يعني لازم تكون معهم مرأة. المهم الاتحاد الوالي الثاني في الطريق يعني مفتوح يعني كل العوامل جاية معه. عطشو كي تترشح لازم كي تحط ميل بتاعك راك رابح، كي تحط الميل بتاعك راك رابح لازم تربح، هذه هي لازم كي تحط الميل بتاعك راك رابح، مش تحط ميلف وتروح تبهدل روحك وتبهدل الجزائر وتبهدل يعني البلد اللي تكون تابع لها. هذه باش ديروها مليح، الناس باش يديروها مليح في لسانهم، ما جاتش كذب، جاتش كذب، ما جاتش ما جاتش على بالك كيما نهار زاتشي راح يعني قادر ترشح البحر في الاتحاد الافريقي، روح شمال روح تاع رئيس شمال افريقيا، ومن بعد روح ادخل الاتحاد الافريقي كذا مثل دي عضويه، ومن بعد تخدم وروح للفيفا ترشح الفيفا. دير بغيت الفيفا تسقط كراجي، شكون بيفوت عليك كيماك؟ شكون بيشوف فيك؟ شكون يشوف فيك شكون؟ وقبلها عايرتو ليزافريكا، عايرتو الناس اللي فوتوا، الناس اللي فوتوا عايرتوهم، طب لازم نقوهم والفساد من هيا والله ما تفوت قالوا لك. وهذاك جايز بيزف انتايا، انت زاتشي رئيس اتحادية نورمالمون انتايا انت تترشح، مشي ترشح يعني عضو معاك عنده رابطه فيها ثمن انديه، على الناس ما يسقسوش ما يخبروش في 2019 تبهديله درتوها. حنا ابطال افريقيا خسرنا مع 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 السلماني عنده حرب في بلاده وليكيب تاعو شي متاهله، وحنا دايينكم دافري والناس ماشي ما استعرفوش بكم كاع ما شافوش فيكم. واه ولا ما حاسبين سهله أرجعتوا نروح وأرجع نروح دجاج هذا ولا بيتر تقول على عنب ومالك يا صاحبي. ما حاسبينها سهلة صاحبي، على هذيك نقول لكم بلي يا ودي ناس يتمشي بخطى ثابته وشي جايين طايحين، ناس جايه بخطى ثابته.
يعني خطوه تكون مدروسه، كلمه تخرجها تكون مدروسه، ماشي غير هضره ما جاتش هضره. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بالجديد. ويمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم.